ابوك عليك شاب 17 سنة ما تعرفش قلب ابوك عليك. الولد مات ولكن قلب ابوك اتمزع. يا شباب اتقوا الله، اتقوا الله في الدين. طلع على هذا الابر شاب عمره 17 سنة ما شاب من حياته شيء، ما شاب من حياته شيء، يحرق قلب ابوه وامه عليه. اعل يا شاب، ارجع الى الله يا شاب، لا تتهور يا شاب، بالله عليكم لا تتهوروا، بالله عليكم لا تتهوروا، لا تحرقوا قلوب ابائكم وامهاتكم عليكم. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. فكر يا شاب، ما تتهور. ابوك وامك، ابوك وامك، والله هذا الشاب اللي بموت لأبوه وامه يضلوا طول حياتهم يعيطوا عليه. انت ما بتعرف ما ايش معنى قلب الاب، انت بتعرف ايش معنات قلب الام، انت ما بتعرف. انت بتعرف تتهور، تعرف تتسرع، تعرف تقول انا بعمل اللي بدي اياه. لا تتهور، الله يرضى عليك، ارجع الى الله، توب الى الله. ما بدنا نقول احنا كلام، قال الله وقال الرسول، بدنا ننصحكم نصيحة من اجل الله. والله اللي بحب ابوه وامه حقيقة، حقيقة بالصورة، يرد على امه وابوه. اذا ابوك قال لك ما تطلعش على البسكليت، تطلعش على البسكليت. اذا ابوك قال لك بيع الفنوع، بيع الفنوع. اذا ابوك قال لك اقعد في الدار، اقعد في الدار. قدنا في الله، كل يوم عندنا في مجتمعنا قتل. ليه؟ لانه هذا الشاب متهور، متهور، بفكر هذه الدنيا بالعضلات. والله ما هي بالعضلات، والله ما هي بالقوة، بل هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أوجدنا فيها، في هذه الأرض عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى، عشان طاعة ربنا الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا، لنعمر هذه الدنيا في الدين، لنعمر هذه الدنيا في الطاعات. نعم أيها الشباب، أيها الشياب، والله كفانا دماء، كفانا، كفانا. لما نعم الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الشاب أن يموت، ولكن أي ميتة، أي ميتة أحبتنا في الله. نعم أمرك بطاعة أبوك وإمك، والآن الآن الشاب هذا مات. والله أنا واقف هين قبل ما تيجي الجنازة بقول لو أنا محله هلا، وكل واحد فينا لازم يتفكر إنه هو محل هذا الشاب. يوم من الأيام راح ننزل على هذا القبر، يوم من الأيام سنكون في هذا القبر، وراح يكون نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب رجعني، بقول يا رب رجعني ساعة، خمس دقائق أذكرك فيها، أصلي فيها، أذكرك، أقول سبحان الله، لأنه سيرى، سيرى ما الذي يموت، يرى الحقيقة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لعلنا نعتبر من وفاة هذا الشاب، نعم لعلنا نعتبر ونتوب إلى الله ونعلم أن هذا مصيرنا، وهذا بيتنا، هذا القبر هو بيتنا. وكيف هذا الإنسان ينزل على بيته صالح وهو يقابل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى راضي عنه، مش ينزل على هذا القبر وفي رقبته دماء وفي رقبته أموال، ماذا سيقول لله سبحانه وتعالى؟ ايش بيقول لربنا؟ اللي بيعمل امتحان في الدنيا يمكن يعيده، ولكن الامتحان ما في إعادة، ما في رجوع. وكلنا الآن، الآن نخرج من هذه المقبرة، بنروح على مشاغلنا وعلى أحوالنا، ولكن نتذكر، إذا تذكرنا أننا سنعود في يوم من الأيام محمولون على الأكتاف، سنرجع إلى الله، وإذا نسينا لا نرجع إلى الله. أنا بالعمدة أحبتنا في الله خليت القبر مفتوح حتى نتطلع على هذا القبر ونتطعد من هذا القبر. والله محتمل كمان خمس دقائق، كمان ساعة، يقولوا فلان مات. من الواقفين معنا، من الواقفين معنا، وأنا نشيع ونموت ونقبر في قبورنا هنا أحبتنا في الله. فيجب علينا أن نخاف الله ونرجع إلى الله ونتوب من الله ونعاهد الله سبحانه وتعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل بوفاة هذا الشاب الذي ما بلغ بعد، يعني بلغ شيء قليل من الحلم،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون موته هداية لكل من موجود هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحادثة عبرة لجميع الشباب حتى نعتبر أحبتنا في الله، لا نحقرق قلوب آبائنا وأمهاتنا علينا. اللهم ارحمه رحمة واسعة. آمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة. آمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة. آمين. اللهم ابدله دارا خيرا من داره. آمين. وأهلا خيرا من أهله يا رب العالمين. آمين. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. آمين. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. آمين. لا تحاسبه حسابا عسيرا يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم اهدي المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله. انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحمنا ولا تحاسبنا بذنوبنا يا رب العالمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وبسر الفاتحة. كأنه مجرد صورة، كمان شوي ناس واحد ياخذ سيلفي مع الصورة مع الميت. احترموا انفسكم يا شباب. انتوا فاكرين الخميس وعارف انه حيكون في القبر بهاي اللحظة؟ لا والله، والذي لا اله الا هو، خميس ما كانش حاسب حسابه هلا يكون في القبر. خميس قبل ساعتين كان زي كلكم عنده مشاريع وعنده مشاوير وعنده اشياء يسويها ويعملها، بده يسافر بده يشتغل بده يشتري، ولكن وينه هلا؟ وينه هلا؟ هي في القبر وهو مش حاسب حسابه، وهيك حيجيك الموت. كل واحد رح يجي الموت وانت مش حاسب حسابك. عشان هيك دايما لازم تحضر حالك لهي اللحظة. قال السلف الصالح الصحابة الكرام أكرم الناس على الله بيخافوا من هاي اللحظة. كان عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف عند القبر بكى بكاء مريرا. هاي لحظة عسيرة، هاي لحظة مخيفة، هاي لحظة لازم تحضر حالك. قلنا حنروح الدار، هو رح يضل هون قاعد لحاله، مش رح ينفع ولا إشي إلا عمله، عمله الصالح. اسأل نفسك شو عملك الصالح اللي حيدخل معك القبر. الصلاة بتيجي بتدافع عنك في قبرك، الصيام بيجي بدافع عنك في قبرك، القرآن يشفع لصاحبه في القبر. ايش اللي حيشفع لك يا شباب؟ زي ما قال الشيخ نعيم بارك الله فيه، تتهورش، تفكرش ان انت قيمتك في الدنيا بعضلاتك، قيمتك في الدنيا انت تبوع سموم، قيمتك في الدنيا تنتهك اراضي البنات، اعراضي البنات تنتهك. واحد جاي على الجامع واللي بقدرش اصلي عشاني على جنابه، واحد من الشباب صغار. اتقي الله، والله راح تدخل هذا القبر، والله راح تدخل هذا القبر وسوف تسأل عن كل اعمالك. ويا ليت هؤلاء الشباب، يا ليتكم يا شباب تكونوا معنا في المساجد. كثير مشاكل بتعيشها يافا، مشاكل العنف ومشاكل الاصلاح، بدها شباب وبدها ناس تحمل الأمانة. تعالوا معنا على المساجد، تعال فرجينا عضلاتك، تعال فرجينا قوتك، قوة إيمانك، قوة التزامك مع الله. وينه هذا كله؟ عشان هيك احترموا حالكم يا شباب. خاف أول إشي قبل ما تعمل حساب لأمك وأبوك، لما يتوجع قلبهم اعمل حسابك أنت لما تدخل على القبر إيش يكون حالك. والله لن ينفعك مالك ولا عضلاتك ولا أهلك ولا أمك ولا أبوك إذا ما كنتش محضر حالك لهي اللحظة. أنت اللي لازم تحضر حالك لهي اللحظة. عشان هيك هاي فرصة، والله فرصة. خميس عمره 17 سنة، بقول لك صحصح على حالك وين رايح. اوعى تفكر حالك من الخالدين،
اوعى تفكر ان قوتك حتخليك في الدنيا ولا مالك ولا اصحابك، حتروح زي ما راح. حضر حالك، طب الى الله وعد الى الله، وكونوا من اوتاد المساجد الذين باذن الله تبارك وتعالى نفتخر فيهم. يا ريته مات من اجل الاقصى، والله كان عملنا له عرس، والله كان عملنا له فرح، ولكن يموت في ريعان شبابه عشان كان متهور، ولا عشان مشكلة شباك على باب الدار، ولا عشان تليفون بدهم يشتروه للسموم وتجارة المخدرات. هيك بموتوا شبابنا، على هيك بموتوا شبابنا. اصحوا لحالكم، مش راح ينفعك تليفون المخدرات، مش راح ينفعك سلاحك، مش راح ينفعك قوتك لما تدخل على قبر رب العالمين يسألك عن هاي الأمور. عشان هيك هاي والله فرصة، وشوف الله أكرم هذا الشاب. إذا يجي الشيخ نعيم يحكي وأجي أنا أحكي وكل الشباب يلتموا حوله، عشان إيش؟ مش عشان نشوفه ونودعه ولا حطيناه في القبر، عشان إحنا نعتبر. حضر حالك لهاي اللحظة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الهداية علينا وعليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام وعلى القرآن، وأن يعز بنا الإسلام ويعز بنا الإيمان ويعز بنا القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله ننصرف إلى التعزية والتعزية.